الإخوة ما عنديش لكم موسيقى لأنني معطل، لأنني كنت في الباشاوية في أكادير، كنت فيها واحد مع الصباح مشيت عندهم قالوا لي رجع مع الربع، هو رجع مشيت قضي الغرض ديالك اللي غنقضي، هو مع الربع جيت عندهم، ملي جيت تما شديت السيرفيس هو ما كاينش السيرفيس الزحام، ما عليناش شديت السيرفيس بقيت واقف شوية، قلت لهم فينا هو راه عندنا، قالوا لي نجيو مع الربع، قال لك حقا زب ديال الأرض الباشا، هو الباشا دار معاهم الربعة، دابا هاد الباشا دابا ولا هو زب الأرض، فهمتي؟ ملي قالو قال لهم الباشا مشى عند العامل عند الوالي، الوالي ديال مولاي الشريف، معليناش مشى عند الوالي باش يمشي لواحد المحل يحلو واحد المتحف، وهادي أول مرة نسمع الوالي والباشا تيحلو المفاتيح ولا المتافيح، ما تقولها ترجموها بالعربي، معناها المتحف غالوري، لي غالوري، لي غالوري، دابا حنا في المغرب ولا عندنا دي غالوري، هما كانوا يسدوهم، تينشروا الفساد دابا ولا تيحلوا فيهم، وما عليهاش، مشى هذاك المهمة مزيانة، إذا كان هادشي ديال التوريست مزيانة، ولكن مشى ما رجعش، بقيت تنتسنى. أبيض مسكين، استهتار الملك البلاد، رمز البلاد. دابا سمعوا واحد المواطن اش يقول؟ سمعوا. جيب كاع هاد الدولة هادي ولا هاد البلدية ولا هادو اللي ما غاديش يشريو التصويرة ديال رمز البلاد. غادي نمشي لحاجة واحدة أخرى اللي قيدتها عاوتاني البلاط محروقين. اللي في الباشوية. واحد الطابلو ديال الإعلان. كيفاش أنا حشمت نصور داكشي كامل ولكن غنعطيكم غير واحد تشوفوا دابا غير طواليت. ناري ناري ناري. كي داير؟ أنا دولة. أوي 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 أوي. والدولة إن ما تعطيكش الحق فاش تخرب ماشي دولة، شوف شوف ناري 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 ناري. هذه في الباشوية الباشا، شوف 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 شوفوا شوفوا عباد الله، شوفوا 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 الخر، ناري 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 على دولة. إوا اش بان لكم؟ ما بان لي والو، بان لي غير الخر حاجات المغربي والموظفين كيدخلوا لهذا المرحلة. عاد غنمشي لصلب الموضوع علاش درت هذا الفيديو. كتسمعوا خطابات ديال ملك البلاد وكيتكلم في حرقه، والو راه ما يتكلم، والو تقريب الاداره من المواطنين، اش يقرب اللي ما كيديروش خدمتهم، اش يديروا؟ المهم كتعرفوا غير الله يحسن عوانه، الله يحسن عوانه، والو العصا السحريه والله ما درنا حنا شي ثوره مواطنه، ياه قلنا شحال هادي، قلنا شحال هادي الثوره ديال الشعب الملك، دابا سته القسمين. انا ساعتين وانا كنتسنى ما مسوقينش، وانت انا كنتسنى معاك، ما عندي ما ندير، غادي تسنى بالسوايع، غتخلي اغراضك، غادي تاخذ فرين ديال الاعصاب باش ما تعصبش، فوت فرين، راه انا سكرت ومن الصبيب باش نسكر، كنتسنى واش غايجيو في السته ولا يجيو في السبعه ولا يجيش في الثمانيه ولا او القحبه ما يجيش، امشى يتعشى شي معقول والو لا كنسول على هاد رخصه التنقل ساعتين بزاف، كنسول ويومين فينا هو هاد الباشا اللي غيسيني، والباشا اش من الباشا، والباشا ولد القحبه مشى مع الوالي، السيد الوالي عيط ليه مشاو، الله ينعل به والوالي تا هو معاه في بنك المغرب القديمه اللي غتولي متحف، هو مالنا يا سيدي تشنوا ديروا اللي بغيتكم بغيتو، ولكن المواطنين عندهم مصاري خصهم يقضيهم، ماجبكش لينا حنا وقت ما مشينا لا لا اش تقدم عليك ما تقدم، انت ماشي انت والو، انت غير مواطن تسوى زيرو، ما عرفتش ما عرفتش انا بابا، ايوا انا ما عارفش هاد التصرف هاد الاستهتار، واش من تصرف المواطنين راه بحال هكا باش كنعذبوا الناس في الاداره المغربيه، وقول العدراوي قول العدراوي قول عليه مؤسساتي هادشي، كاين اللي كيقول لك لا راه الدوله دايره هادشي بالعاني ولا شنو، والله ما دايره بالعاني، انا غنعطيكم مثال، قول لنا لما كتمشي للقصر الملكي اعلى ولا اكبر اداره في المغرب، كيقولوا لك اجي مع الربعه زيد مثلا، والله العظيم الا كتلقاهم كيتسناوك مع الربعه قد وهذوك راه الشرفة، هذوك قراهم الفرنسيس، عندهم التربية ديال الفرنسيس، ما يقدروش يديروا، ما كاينش واه ما كاينش الزبل، ما كاينش والو، علاش إدارتنا بحال هكا؟ حنا بحال المشاريع حتى هي اللي كنتكلموا عليها هنايا، لا كيتكلموا كيتجاراوا لأن كاينين مشاريع ملكية، الناس غير خايفة، ماشي حب الوطن، ماشي حيت كيبغيو البلاد وباغيين هتزيد البلاد، تيبغيو الفلوس وهاد الحرام، أش من البلاد؟ البلاد غادي يسول على دوك المشاريع غير لقى شي حاجة ماشي، واش شحال من مرة الأكاديرو غبروه؟ مصدر الرزق ديالو، والو كالوهم، يمشي لدارهم
ولا غادي يحاسبوا ولا شنو اش غادي يحاسبوا. ولكن هذا الشيء هذه راه كنلاحظوها في المغرب كله، معلوم الحاجه اللي وقف عليها بحال دابا التلقيح، التلقيح غادي يبيعوا فيه ماشي غير جيده. تبارك الله عليك خويا، الله يحفظك، ماشي غير في دروس الله عليك، غادي بواحد الشكل رائع. لكن علاش؟ لان ملك البلاد حارس ايوا لان ما بغاش الشعب العزيز ديالو يموت. داك الشاشه الحاضرين ويا ويلو شي واحد الا دار شي حاجه ماشي هي هذيك، ما يديرش ما عندي المهم ما يديرو، ولقى الشفاره عيقتو بزاف عاد وفوت عيق وفوت عيق هادشي. دابا هادي الستة د العشيه ويلي وزيدهم واحد الساعه من عندي داخل عامر بالمواطنين كيتسناو كلشي جماعه المواطنين ونشر ديال كورونا زيد داكشي كيتسير حتى 9 د الليل 10 د الليل. واش هذا ولاد بوا دنوي؟ فيما يخصني انا كانت متوقع هاد الجرجير اللي غيديروا ليا، وحنا معاهم غادي نتسنى وان شاء الله. شوفوا راني متفائل، هادشي ماشي مؤسساتي نقولوا باش علاش من المؤسسات اللي تقود على المؤسسات هما هادو. انا بديت نبكي دابا، تنبكي دابا على هاد المنكر اللي وقع في البلاد. مسؤول ولي موظف اش من موظف هاد القحاب زيد ما كيبغيش الوطن ديالو كيعطي الكوارث، وما اكثرهم في بلادنا. والمصيبه هي هاد الناس كيكونوا ولاد الشعب وغير كيتقلدوا المنصب كيديروا شي ولي ولاد القحاب زيد. وان شاء الله خير وغادي نبقاو متفائلين يلاه صدر رحب وغادي يلاه طلقني سيدي، وانا مستعد كاع نجيب الكرافان. واسير خليني نضرب شي بيره وعيد ما نتسنى وغادي نمشي بحالاتي. راه المرضو كيما كيتسنى فيا وخصني نمشي للبار نحل البار، والناس ما كتسنى فيا وتبقى معاهم. انا غادي بحالتي، انا غادي نمشي بحالتي، راه عندي الخدمه الناس ما كتسكر، وانا خصني نضيع وقتي معاك. يلاه سير الله عونك. هانتوما الخوت شتي هانتوما، ما تقولش لي تنكذب. انا ما تنكذب والو، انا ما تنكذب والو، اش نكذب؟ انا تنقول لكم اش يقولوا عباد الله. اش هو عباد الله؟ هذيك النظافه ولا الكلينه ولا نيتوايوز اش تقولها، مسكين ما تعرفش ساكنه في الفاسيه ما عندهاش كابينه، ما تعرفش اش تغسل الكابينه باش يقريوها، يقريو المنظفه كيفاش تغسل الكابينه. واش عباد الله جافيل؟ جافيل كيجي يدوز عندكم داك مولاه جافيل وقفوا بها واحد 5 لتر وحطوها في الكابينه باش الناس يحرقوا سراولهم، ما عليناش يغسلوها. هذاك يهود هذاك، هذاك اللي تيخرى هو اللي يغسل. واش عيب الاخر هذيك الاخر ديال المواد ديال هذيك ملي كانت الحسنيه هذيك من ايام الزلزال وهي كاينه هذيك الخريه تما. واه 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 على دوله، وانتم عباد الله وانتم المغاربه. شوفوا عباد الله، الدوله اللي ما تضمنش لك راحه الخريه ماشي دوله. الانسان بغى خصو يريح يخرى خصو يخرى مرتاح مرتاح عباد الله. اش من هذا؟ دابا خليني نرجع للموضوع ديالي انايا، لانني دابا انا ضيعت مع الوقت، راني من الربعه ولا يبارك معاه هذا تنتسناو تنتسناو على الاخر موقع فيا ما نتسنى. ايوا لان الناس تيغوتو عليا قال لك خصك تجي في الوقت. دابا بغا يديروا لي الديسيبلين ايوا غيديروا. دابا غادي دابا بعدا اولا غادي نوري لكم واحد بعدا كاين بعض الناس يقولوا بان تيحط حدا خابع. يا اخي الواحد ملي تيجي لواحد الدوله تيكلاتيمايز ودن دي تولف داكشي ديالهم. الا في المغرب يشربوا اتاي صغيور ما يدير لك والو، هنا لا، هنا بلاد الخير هنا تقولوا لي باينت، هذا تقولوا لي كاس، هذا الغراف كبير عند الالمان، هذا عند لوتريش. هذا ايوا. اما باش تقول خابي ولا خابيه، هادي خابيه تكون عندكم فاس ديروا فيها الخليع. ايوا انتينا العايله وانت يا مدي. اما باش تقول تحت حدا خابيه ما تبقاش هذاك تخسر المفردات ولا الكلمات للتحقير، لا اخرج لها ديريكت. لا حط حدا غراف راه تيخلصو من جيبو. واش انت حتى انت مسلم ولا مسلم منافق ما عرفتش بتكون باش تيمبوزي علينا ديك؟ لا بغيت تبقى تخدم على المخزن هذيك حريتك كيما قلنا لك، هذيك حريتك مدي دير اللي يعجبك، ولكن ما تبقاش ديك 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 مدي. لا لان حنا راه كبرنا في الثقول، وانت عشتي في الدار البيضاء ما شحال من عشتي فيها وما كاينش كون كنت تما كون جريت عليك ما عندناش ما بقاش حشيه الهضره. حنا هما صحاب حشيه الهضره، فلهذا واش انا نشرب خابيه؟ لا هذا الباينت انا خصني نشرب باينت، ولكن انا واحد الموديريت نشرف كاس بحال عندكم نتوما ديك الدوله ديال بارلي كنديان هذا مدي. فلهذا ما تبقاوش تفهموا
لانك انت مسلم بالزعت، ماشي سوقنا فيك انت، ماشي سوقنا فيك، تكلم ولكن ما تبدلش الهضره. تيري هادو ريحه خابيه، خابيه شتي ريحه شي خابيه، ها الخابيه، ها الخابيه، هذه هذه خابيه، ولا بدا بدا نشربوا من نشربوا من لا، ولكن ماشي ماشي اللي غير طير الوسخ اللي باس ديالي. فلهذا الله يرحم باك انت، حاول حاول stick to your what you call to your quarter. انت اما يفهم ما ديرش، لان حنا جبنا لك انت. فلهذا فحال الالمان تيستعملوا هذا، في الاوتريش يستعملوا هذا، في الانجليز تيستعملوا الباينت، وانايا تنستعمل هذا لانني انايا عندي عندي الاجانب هنايا، وعندي عندي المراكب المغاربه، خصني نكون معاهم بحال هو. لكن حنا ما حطيتش خابيه فهمتي، ولا حطينا خابيه غتجي معنا فهمتي، لانك انت ماشي تخلصها لينا. وما تنصوروش $1000 في الشهر، انا كنا نقدر نصور ديال الدوره نصيب ديك التصويره فهمتي. لا معليناش فهمتي، هاني خلي بعدا نبرد قبل ما قبل ما نبرد قبل ما نفرقع. لا ايوا دابا حنا دابا تلفنا في العرض باش نجيبو هذا، جبنا جبنا بيره كبيره، ما جات معنا اليوم الجمعه. اليوم الجمعه فرحوا والديكم على ربي، ليله الى نهار الجمعه فرحوا والديكم على ربي. ما درتش لكم الموسيقى، اللي غادي ندير لكم الموسيقى من بعد فهمتي، غندير لكم الموسيقى فهمتي. فلهذا عندنا عندنا اليوم عندنا شويه البروغرام ان بو سيري 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 سيري، معليش. فلهذا غادي غادي نطفي الضوء من هنايا، غادي نشعلوا التريد مارك دابا. هادو هادو من دوك $1000، نهار يجينو $1000 غادي نكبي داك السيكار كبير فهمتي، تشرشل سيبريما نمبر 1 فهمتي، غادي نشربو هذاك بحال دون جونز، ميامي فايس بحال داكشي، ميامي فايس. مانيش كنت جاي كنت جاي لا كنت جاي لا كنت جاي وانا نخدم الماكينه، تيبان لي واحد السمر تيقول عنده ماروك نيوز، ما عرفني واحد ما 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 تيقول هيني ما هيني باع الماتش. الى باع الماتش هذيك هذيك من الاخلاقيه ديال المحامين، تيبيعوا الماتش ملي تيقول من باعي انت حاميك تيزق مع الاخرين وتيغرق لك ملي، هذه 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 الاخلاقيه ديال المحاماه. فلهذا إذا قلنا لهم هذا مي راه ما هذا هذا هو دابا هو كان معاهم هو خوا بهم، ولكن ما نلوموش ما نلوموش ما نلوموش، لان داك شتو ديك النهار دار مع داك 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 الحوار ديال البعد مع ديك سمير الدولي غرقات ليه، علاش ايوا علاش كيفاش كيفاش تمشي عندها فهمتي، ايوا لان هذاك اسمو اسمو الهيني واقيلا عندهم عليه شي دوسي، وقالوا لي شنو دير، يلاه 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 فهمتي. لان لان دابا هذيك هذيك الدريه شكون اللي حاطه، حاطين الناس اللي عندهم مشكل مع التحفه. فلهذا خدموا لك اسمها خدموا الماكينات وعيطوا ليه وقالوا على ما قالوا على ما قالوا لما قال ديك اسمها هذيك اسمها هذيك تقول لهم سلاويه ولا مرت الصحراويه ولا هذيك والله ما سميتها، المهم العيساويه، العيساويه. وخدموا معاه خدموا معاه هادشي ديال التليفون، قالوا لي شوف ما تدعيوها ما والو، ايوا هما خمسه بيهم ايوا خصهم يتفقوا على لا لا ديك العيساويه تنسمع وقيلا قالت شي حاجه ماشي حاجه ما لا لا ايوا حنا عندنا في المغرب هادي ديال بيع الماتش معروفه، ايوا هادي هادي من الاخلاقيه ديال المحامي المحاميه. فالما ما نطولش معكم ما نطولش معكم، لان داكشي ماشي سوقي فهمتي. كنت في ها عرفت لكم على ديك بول بول ريستورون، هذيك بول كنت مشيت ليها بكري شي 12 عام، هذه كان مشينا للرباط
وخويا قال لي نمشي نتغداو فيها. مشينا نتغداو دخلت خارجين مع ستة العشية مالهم غير السمية. وقال ديك الساعة مشات لهم لا ريبيتاسيون فهمتي، داز ذاك النهار اللي كانوا جابوا الكول ومنين عملوا لوفيرتير عرفت كيما داروا عندنا في الانجليز على الاخر ولا يبيعوا كرواس مالياش مش سوقنا. مشينا يا سيدي طاف 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 طاف، مشينا باش نتغداو ونشدو الطريق. بقينا تما ساعتين، بقينا ناكلوا الزيتون والخبز والروج. شرب هي ما تشرب شرب، جابوا لنا الماكلة. المرا جاعات، الولد جاع، ومقاو هذا جابوا لنا كوكو فان. اش من كوكو فان؟ كوكو فان يدي ساعتين. ايوا عرفتي، هنا باش يبان الشاف كوكو فان نديرو الا مينيت فهمتي. ايوا ملي يكون قلت لك اسمه الشاف تشوميرا، يشد دجاج طاف طاف يسلقو بام يديرو في الميكروزون الميكروويف بام حيدو. الله شد شد اسمو داك دومي غلاس الى عندك، ما عندكش عندك الغبره، الا ما عندكش الغبره صب راسك بالخف، عمل هذا هذا عمل الفان بام 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 بام. ايوا خير ما قلت طاف وصافي، ودير التومو عمل لك لي زير بحال داك التاو ولا داكشي. ايوا صافي هو عمل لك شويه ديال ديك لي زونيو لي بيتي زونيو هذوك المهم، وطاف طاف هو وشويه ديال البيكن فهمتي. المغرب يدير يديروا لك دي ثاني هاو كوكو فان. ما كملناش 45 دقيقه هذا الى تعرضنا. ايوا حنا بقينا نتسناو ساعتين، واش من شاف عندنا واش عندنا. ايوا هذه بول. ايوا ودابا هذيك بول ديال المحمديه داك لي تيسيرة ولا قحبة حاقر على الخدامة تما. يا داك المسير ديال بول ديال المحمدية، اجمع قلاويك وبارك من الحقرة على عباد الله. وهاد الناس بدا تحقرو عليهم. وحشم حشم. يا داك المسؤول ديال بول ريستورانت اللي كاينة في المحمدية، احشم على كراك، احشم على كراك. والو بديل الوجه ديال النداء، الوجه ديال بول ديال فرنسا، وجهه الوجه اليوم الاداء، لانك انت تتعدى على الخدام العمال ديالك. فلهذا احترم عباد الله، احترموا العمال ديالكم. واش نتوما تحقروا على عباد الله يا ولاد القحاب؟ الباشا يحقروا على الناس، يدير اللي بغى، يدير اللي بغى. او 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 ملي غيمشي عندك مهم مع الوالي، ما كيب عليك المهمه مع الله. ملي بغيت تمشي عند الوالي خلي شي واحد ديبيتي. اكل الشريف انا كل هيز دي بي دي. هذيك الاغنيه ديال اسمه بالي بو 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 مالي. كون دابا مات، كون ما كون دخل فيه شي كامل يقتلو، غادي نبقاو تما بلا باشا. نبقاو نتسناو تيجيو هذا السيد خصو يسافر، والطياره مريزيرفا لحد. ايوا واش هادو هادو قالك بغا الدوله تمشى، اش غاتمشى بحال هاد القلاوي ديال الباشا هذا ولا ديال الوالي هادو هادو. شوف غير الكابينه، شوف غير الكابينه، شوف الخرا هادي الباشاويه. عاد خلي الكراسه، الكراسه مشرقين فيهم البخوش، الكراسه عباد لي هادي في لا ريسيبسيون. يدخل شي قالو تما يشوفها يقول فاكين واز قاوين اون هير. هادي فم اكادير المدينه السياحيه اللي بغا يجيبو التوريس، بغا يجيبو ميامي، ميامي اوف ذا ساوث. شوف هادي انت انت ودابا هادي 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 التصويره ديال الله عندي بان. نشوف ولي العهد يشوف فيا. شوف اوليدي شوف وريك التصويره لباك الله يرحمك. قول لي هالتكرفس، قول لي لان باه ديما نجي لاكادير تقول لي حق ما كاين لا مشاريع لا والو. تيجي تعمل لك الحجره ويعمل لك طق 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 وتمشي، تيقول لي رجع لاربع سنين، ترجع لاربع سنين ما تلقى والو. باعوها ولاد القحاب وقسموا الفلوس بعضياتهم. العداله والتنميه، لان نقول لك حنايا حنا عتقنا المغرب من الحرب الاهليه. قال لكم اللي عتقونا، لان هذوك في 20 فيفريج قال لهم انتم جيو خبوا بهم، خبوا ب 20 فيفريج وعطاهم الحكومه. واحد دوز فيها اربع سنين جراو عليه وخلاو اخنو شتو ما تيعمل بلوكاج، بلوكينين بلوكين من هو داك الشجر وداك العنصر تا هو. فهمتي كيفاش القضيه؟ فهمتي ما تقولش انا عشان نتكلم على السياسه نتكلم، علاش ما نتكلمش؟ علاش؟ علاش؟ انت انا مواطن مغربي، مواطن عندي الحق، ما عنديش الحق، ما عنديش الحق لازم باش نصوت. فلهذا نسكت نسكت، نبقى غير نبقى غير نشوه وصافي. ما عنديش كون بغاني هذاك هذا بحال دابا داك العدراوي، العدراوي غيجيب يجيب لينا داك الشباط. اسيدي جيبوا لينا، ولكن يعطي الاسئله. قول يا سيد الشباط فيك انت غابر العامين، وشكون اللي خليتي مكلف بالمواطنين اللي صوتوا عليك؟ ها وفين علاش مشيتي؟ وفين مول الفلوس اللي خرجتي معاك؟ هذه الاسئله تعطيها ليه، ماشي تعطيه الاسئله اللي غيعطيك هو. لا الا بغيت دير لنا، الا بغيت تعمل البلز القناه ديالك، لان حنايا حنا تنديرو غير تندز. حنا لا حنا بغينا غير الدولار. وانت اش باغي؟ اللي تتعمل تتعمل اسمو فيديو تقريبا واحد في النهار ولا جوج في النهار، وانت علاش تقلب؟ تقلب على الزريعه،
ايوا مابقاش تقول لي غتجيب الشباط، لا تجيب الشباط خصنا نعطيه الاسئله قاصحه. قول لي فين كان غابر هذه عامين، قول لي ولدك اللي شدو على المخ ديال اندرا كيفاش خرجتيه من لا، وعلاش مشيتي للالمان ومشيتي لتركيا، لماذا؟ ايوا قول لي علاش حال ديال الاملاك اللي خرجتيو الفلوس بحال هكا، قول لي ملي كنتي غايب واش كنتي تاخذ المناضل ديالك ما كنتاش ها وما حشمتيش علاش تريح في البرلمان بوجهك احمر وانت غايب هذه عليها، شكون اللي مثل شكون اللي مثل لك اللي صوتوا عليك؟ هذه الاسئله اللي عطيها ليه. اه هذاك السي العذراوي لا بغيت تقول له الصحافه الالكتريسيتي ولا الصحافه ديال لاسامدي ولا مهندس ولا مالي مالي فهمتي، هذو الاسئله ما تبقاش خمق عليها الله يرحم باك. لا انا فهمتي انا نتفرج فيك يوميا، ولكن الا بغات دير لنا تطلع لنا دير لنا اللعبه والدواء راك ماشي مع الماسمر، شوف فين كاينين نتوما وفين كاينين حنايا فهمتي. فلهذا لا بغيت تجيبوا ضعيف انا ما تقولش كدير، ولكن الا بتعطي المصداقيه للقناه ديالك فهمتي، ماشي يقولوا هذه صاحبو جيب لنا بقى تعطي هذا فهمتي، لا اعطي الاسئله قاصحه، اعطي هذا بحاكا صيفط لي الاسئله، صيفط لي الاسئله في الواتساب ولا في الايميل قول لي هذه الاسئله غادي نعطيك، واش مستعد تجي ولا ما تجيش، لما بغيتيش ديك الساعه تجي عندنا قول له هل اللي درت معاه وهل اللي درت معاه ساعه رفيزه لانه ما بغاش يجاوب على الاسئله اللي حطيت له، بلا ما تقول لنا اش من الاسئله حنا غادي نفهموا، وإذا فهمنا أنا وإحنا ما نعرف الموال إحنا هنا جاهلين، واحد قال لي أنت جاهل ولم أنا جاهل ولي ما أنت بقى مشتيا أنا مريح مدور بيا الخمر وحاط حدايا المراكي وداك أفيق من نعس صاحبي عيقتي واه اليوم جمعة خصك تفرح والديك على ربي أفيق فيق 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 وغادي نخلص عليك بيرة اليوم، حتى اليوم جمعة نخلص عليهم بيرة دوك الفلوس اللي تعطي لي كليان تنجمعهم وتقسمهم على راسي أه لأن أنا هنا أنا فهمتي انا متي ستريت ما مثلا كلهمش ماشي ماشي لحم مثلا كلهمش وغادي ناخذ لهم فلوسهم وصافي ونهار الجمعه نصدق عليهم ندير بحال الصدقه وهما راه فلوسهم تنفرق عليهم بير الواحد ونسكتهم حتى العام الجاي ثاني نبداو متي ديك كيفاش قال ياه ايوا هادشي اللي قال هذه لا لا قال لك خابيه مو لا قال لك علاش ما جابوش الوزاره يجيبوا هذاك الوزير ديال الشغل والوزير ديال الداخليه ووزير ديال ديك مهندس ديك الشركه ويجيب هذا ويجيب هذا يجيبهم من البرلمان ويسالوهم اش تجيب اش تجيب اش تجيب مالك ما تجيب يجي تليفون يسكن البرلماني هذاك اللي يقول والجديده ديك الماكينه خصكم تجيبوها لينا ولا على برلماني هذا هذا هو اللي بيعطي يحط الاسئله للوزاره سير 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 بقى ضحك علينا سير بقى لي سير هذاك قال لي انت تحب تسكن في المغرب انت راه في كندا وغادي تبقى في كندا ندي اش نتكلموا ودابا ليه دابا انت تشوف دابا انت ها انت ها ما غادي نديوها للمحكمه غادي نديوها انا الاخر الاخر اخر دقيقه ولح الكره في الشبكه ديالو هذا الهيني ايوا دابا انا ما نجاوبش عليه غادي نخلي تحفه اللي قال لي اسمح لي ماشي دوك عندي لان هادوك دابا هادوك الهيني حيت كان قوده معاهم عندهم شي دوسي عليه فهمتي، فلهذا خصو يسكت ولا غادي يحركوا داك الدوسي عليه فهمتي، وزيد خير وداك الشيء علاش وهاديك غادي يخلوها هاديك غدا 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 ولا غدا ولا الحد ثاني تخرج فيديو ثاني غادي تخرج فيديو غادي تقول داك المحلل ديال برلين غادي يحلل لنا ما هو السبب كيفاش هذا الهيني تخوى بالزراج والهراج الهراج مال زهراج زهراج وماشي واحد اخر او داك السناوي وشي واحد اخر ما ماشي توقع حنا فهمتي قال لي واحد استاذ معلم استاذ وقيلا في واحد المدرسه ما عارفين هنايا قال لي ما تجبش لي سميتي قلت له ودي انا ما نجبش سميات ما كنت ولدي لاستيك ولكن ملي قال لي ما تجبش السميه ديالو هي بحال اللي تهدد فيا فهمتي يا واحد اللي يهدد فيك وانت هنايا انت بعيد عليه وبدي يهدد فيك ايوا تحية تاركوس موكادور تحية ليك ماك اليوم فيق بكري ماك تشمش ماك منعستيش البارح نشوف واش كاتبين هنايا خالد بوش واحد الدري يقول لي على خالد بوش نتوف عرف خالد انا راه ماشي ولد الدرب من هذاك مي مات جدات حولو موت بليوت موت الحاج بليوت
هذا هو سميتو، لقيت سميتو لا نسي يحيى العزاري، قالك ما تجبش لي سميتي قال لي قال لي دين امك، قال لي دين امي دي جا سبني هذا استاذ يحيى العزاري باش يكتب لي يقول لي هذا وهذا وهذا ونساه، هو بغي يشد معايا الضد، هو غير يشد معايا، قال لي نجي نوريك اش ندير، قال لي يدير بيا شكوى، ايوا دير اخويا دير، غسل هذاك اسمه الكوميسيريا ديال المعارف وغتشوف تشوف لورد ابي، غتشوف التصويره ديال تما، ولا ما عندكش شري التيشيرت غتبيعهم هاد الايامات، شري التيشيرت ودخل للكوميسيريا، اي كوميسيريا قول لهم بغيت ندعي هذا هنايا، ايوا غتشوف التصويره ديالو، غيشوفوا لي غادي يجبدوا لك الدوسي وتحط سميتك تما وتسير تسنى، فهمتي؟ ايوا انت الا ما بغيتيش اخويا نجبدوا لك سميتك، قري الدراري قريهم حشومه، قري لنا الناس ديال بكري ديال الغدا اللي غادي ينفعونا. واش داري ودابا انت قلتي بوجهك قلتي لي تخلص، ايه واش تينا نخلصوك ومش قال داري قريهم، وقال لي غنمشي ندور فيهم ونبقى لا هادشي اللي قال لي غندور في الطلبه سير دور فيهم لم يدوروا فيك، ايه شتي ايه ودابا انت دابا انت غتشد معايا الضد دابا غنبقى انا وياك مضاربين، ايه شتي، فلهذا اقول لك بكلمه محترمه قود وعود الكراك فهمتي، ما تنرفينيش اليوم اشنو اليوم؟ قال لي ياك عارفه كيفاش عارفه الجماعه دي واش يجاوبني حتي تي 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 تيقتصد في الجواب ديالو دي واش يعني كثر معايا في الهضره خلي معايا نشرب واحد البيره بديت نشف منتي بسم الله الله هاد البيره ديال شي دوله ديال قيلا براغ وقيلا كاتر بوليم كاتر ما بيهاش واحد ريبابليك وشي حاجة ما عارف وقال براغ والله ما عارف براغ اش يعني براغ براغ انسباير باي براغ ما عارفش فاش كنا هادشي اللي كنا الاخوان ما كنجيش نطول عليكم داك شتو داك المعاناة ديال داك اسمو داك الدري داك الدري ديال طوانجي طوانجي واش تي دابا على شهادة اسمها ورقة ورقة ديال الترانس اسمو ماشي ديال التجول ما تقول لا واش تي يومين ثلاث ايام ايوا هو هذا ماشي تقواليد باللغة العربية هاد الكلاب اللي عندنا في حنا غنتكلمو على اكادير اللي عندنا في اكادير ما كاينش شادي الظلم دابا هذا السيد نهار اثنين غيسمح في ثاني يسمح في الكوميسيريا غادي يعملوا لي محضر ويديو المحكمة عاد ثاني ويطلبوا لي 20 مليون دابا كلهم دابا تيصحابو عنده الفلوس كلهم باغيين 20 مليون 20 مليون هذاك وداك داك القاضي الفاسد القاضي الفاسد فهمتي الا كانت الشكاية ماشي في مصلحة العموم ما تحكمش بها لان ما غادي هذا غير واحد بعدو قال ليه راه قال لي انت قال لي انت زامل وجا ومشى دار بشكايه ايوا انا شغل يهمني فيه يقول لي زامل ولا ماشي زامل ولا ولد القحبه ولا نصاب ولا شفار ما تهمناش لي ايوا ها هو هنا الجوج بحال دير لي هذه على الجوج لا بحال هادشي ما حتى البوليس داك سمو النيابه العامه حنا عندنا البابليك بروسيكيوشن ما يدوزهاش عند القاضي يضيعوا لي وقته تيشوفوا تقول هادي ما فيهاش مصلحه ديال ايوا هما هادوك شدوهم غرقوهم داهم ودفنوهم بالليل وتا واحد ما عرف بينا حنا غير نعرفوا باش نستافدوا من هاد الكارثه واش ماتوا بالتريسينتي ولا ماتوا بالغرقان ولا باش ماتوا يمكن كانوا دق التريسينتي وما قدروش يعوموا لانهم شدوا الشوك ومقاو بحال هكا تغرقوا في الماء ايوا سي بوسيبل يكون عطاهم الضوء قتلهم هو الاول بقاو بحال هكا ميتين بقاو الماء تيتكب وهم مهزوزين ايوا تقول لي 24 واحد ما تيعرفش يعوم ها ايوا دابا هادي فاش يديروا هذاك التشريع باش يقولوا هذاك اوتوبسي خصهم يديروها لا 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 لان هادو الطبقه الكادحه فالقلاوي فهمتي هادي هي السياسه ديال المخزن
باش احنا نستافدو باش مره اخرى هاد الكارثه ما توقعش ما تعاودش. لا لا ملي تقول له هادشي تقول كذا انت باش عارف هادشي وانا باش عارف اللي راني هاد انا قلت لك انا من 1969 وانا مخيم هنايا مخيم اللي زعما كيما غنفهم والو اللي يا احنا ما خدمناش. انا كنا نخدم في الكلوب ديال ام اي 5 كلاريج ستريت فوكس كلوب هالمقر ديالهم هالكلوب ديالنا غسكيريا وتواحد فيهم ما حاج فهمتي تنتصنت ونستافد ومره مره تيقول شي كلمه ما خصهمش يقولوها وانت انا ما تنقولهاش فهمتي وزيد وكاع دوك لي كلوب ديال بول مول خدمت فيهم بسمية وخدم في الكلوب ديال الميسن دي كونستيتيوشنال كلوب ماشي داك الميسن هول اللي كاين في كوفن غاردن هادو دو صاد فوق هادي الناس ديال الدولة الناس ديال القرار اللي ما تشوفهمش إذا راكي حنا ما لقينا والو ما فهمنا والو ها إلا ما فهمناش في المغرب لأن يقول لك اللي خصهم يفهموا ما هو بكره ما فاهمينش فلهذا تعلق غريق بغريق وكل شيء غرق يا والله ما دفنوناش بالليل أنا نقول لك فلهذا دابا هذا الشيء اللي خصنا حنا بغينا اليوتيوب باش يتكلموا ماشي يبقاو بعضياتهم هذا قال وهذا ما قال ولا هذا قال ولا هذا خليهم الجمهوريين مزيان يكون عندنا الجمهوريين ولكن دابا المشكله واش اش من جمهوري غادي يمشوا معاه واش ديال عزوز ولا ديال تاشفين ولا داك الاخر اللي كاين في المان ماشي برلين الاخر ولا هذاك اسمه الاخر لا هذاك بوليساريو اسمه هشام شي حاجه هذاك ديال البوليساريو لا احنا بغينا الجمهوريه ولكن ديك الجمهوريه ما يقدروش لان الجمهوريه بغيتي الجمهوريه نضرو فيهم حنايا الامارات ضربي درا عندنا 5 مليون ندوزو فيهم نعطيهم دقه فهمتي فهمتي ديك الساعه نوريهم الجمهوريه كيفاش لان هما بغيتو الجمهوريه من حقهم ولكن في غيديروها يدوروا بينا وستو علينا لا غادي نحاربوهم نقول لا سيروا ديروا الجمهوريه شي حاجه سيروا عند الجزائر ولا عند موريتانيا تنجيو نهجموا عليكم سيروا تما شنو ديروا الجمهوريه تنساليو مع هاد القلاوي اللي عندنا ونجيو لكم تما ونحيدكم لا فهمتي لا فهمتي ولي مصيبه هادي قلت لك فكرني باش نمشي بحالي مخليني تنقرع دابا نشوف المحلل ديال برلين اش غادي يقول في هاد القضيه ديال هادي ديال باع الماتش شتي مي تنقول لهم المحامين مخويدين ما تمش في المحامين ما تمش في هاد الشريف ما تمش يا راكم بنادم راه بحالنا بحال انا بعض المرات ندور في راسي ايوا بعض المرات نخون في راسي نقول اليوم غاديش نشرب تلزق شارب هشتي ايوه عانت هيا غادي تقول واحد ما دادا هنجي الحمد لله الثلج بدي حيد مزيان باش نخرج غدا نخرج غدا نمشيو بالطوموبيل شي محل نشوف كيما كيما يتشالو كلبيرا كلشي مسدودي في خباركم هذا هو البار الوحيد في بريطانيا لا واقيلا سكوتلاند فيها البيران واقيلا تيسدو مع ستة سكوتلاند واقيلا غلاسكو اما هنا في الانجليز ما كاينش ولا هذيك البيت قال حنا هذا هو البار الوحيد اللي كنا في بريطانيا نقص سكوتلاند حنا هو البار الوحيد اللي عندنا الرخصه عليكم شو تبيعوا بيا ما كاينش مقدم باش تبيع بيا فني ها سيروا والله يا مشكل هذا ايوا وسيدي قال لكم العدراوي راه غيجيب الشبار اللي كان غيجيبو باش يعطي ديك ايزي كويشن كوشن كويشن هذيك ما لا ها اللي بغينا الاله فيك انت غابره سي الشبار وعلاش غبرتي والقضيه ديال ولدك ديال المخدرات اش درتي فيها وكيفاش فكيتيها
والتهمه اللي تهموا قال لك خرجتي معك الفلوس وشيتي مشاريع في تركيا وفي المانيا ها وعلاش دخلتي واش كنتي تخلص من عند البرلمان اللي كنتي غائب شكون اللي كان يسنينك في ورقه وانت غائب ايوا شي قاعد اسئله خصنا نجاوبوا عليها فهمتي انت سقتيه اذا بغيتي تعطي المصداقيه للقناه ديالك فهمتي اما باش تعاودين على الجمهوريين وهذا هذا عندك سوق سوق غير حنايا الا الجمهوري بغى يدير خاوي ويشرب منها هذاك سوقه ما كاينش دخلها في الموضوع فهمتي فهمتي كل واحد يحس كاين الدري تيبغي ديك المصاصه باش يلقى الكونفور كاين نتوما المسلمين المنافقين تيشدوا التسبيح والكفر كل واحد كاين اللي تيبغي يشد السيجار بحال هنايا لا بغي السيجار لا تنحس بشي حاجه عندنا لا فهمتي كل واحد لا ولكن انا هذا وهذا باش نشد البالانس الى هذا مشى غادي نعوج هذا الجهه الى هذا مشى غادي نعوج فهمتي كل واحد شي لا اما باش تقول هذا وهذا والتحقير فهمتي حتى هذاك التعظيم لا لا كاين التحقير كاين اخرى باش يطيح شي واحد خابيه ها شتي ولكن خابيه كنمشي لولا تشرب الخابيات خصو تمشي مع التقاليد ديالها انت ماشي حقك تحكم على هذا وما تنساش ما تنساش راه حنا الكوين راه هي الهيد اوف ستيت اللي خدمنا دوك القوالب ديال جيستن راه ممكن كتعيش عندنا في مراكش ها هي مال الهيبيز قبل ما تجوج مع تريدو كانت في مراكش سقسي على البوليفون ديال فهمتي شنو با ماكنزي ماكنزي واحد ريتش واحد إيكوسي معاملة من اسكتلندا هما با جدودة معلاش فهمتي حنا تنقراو التاريخ فهمتي فلهذا أخلي أجي جي 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 نتايا يلا يا إخوان وراك وعاود الكراك فهمتي بارك من هاد تقولي فهمتي غتخلقو ليا مشاكل بل بل اسمو هذاك العربي 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 في الميريكان والعربي في الميريكان راه تالي تال 27 في الشهر لا 25 14 زيد على 14 هي 25 تاني تأجل يبقى لي تأجل 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 وصافي تي هذا واحد الاخر يضربوه يضربوه في دابا راه كاين مارشي شحال من شكاية عليه دابا كاع دوك الجمعيات مشاو يدفعوا الشكايات الله ديري الميت تدفعهم باش يعمروا لي الدوسي ايه شتي ايوا دابا تلقى عليه تلقى شي 20 شكاية هذا ما اسمه هذا الله ما نسيت سميتو هذا ما الله ما عرفت سميتو العمراني ماشي حاجه ايوا دابا كيفاش يدير معاه دابا شتي قالك واحد عندك الباسبور ولا ماس باسبور مشدودين في الامارات هذوك دوك راه نكازا بالباسبور انجليزي الا شدوهم هادشي شدوهم على هادشي ديال الجريمه ديال الفينانس المخلوين اللي تيمشيو تما وتيبيعوا يشريو في الشارع ولا داك وتيتصيدوا ما تيشدوش واحد عنده هذا فهمتي عنده باسبور مغربي ولا شحال هذوك اللي شدوهم راه تيتكلموا عليهم وما يقدروش عليه يحكموا عليهم غير بهذا اللي تيجيبوا المراقبين تيحضروا في الحكم خصهم يحاكموهم وهذا ويجيبوا لهم القوانين ديالهم والمحامي والمحاضر وكل شيء خصو يكون ماشي يبدا يقدروا له لان عاقوا بهم فهمتي فلهذا تجيهم الحماية الأمريكانية ولا الإنجليزية ولا الكندية تيحاميو تيدافعو عليهم فهمتي ولكن هادوك هادوك ماشي عملو جريمة في دولة وجاو تشدو تما هادوك كانو عايشين تما وداروا الجريمة تما والأكثرية هادشي ديال البيع والشراء العقار الفاينانس فهمتي الشيرز وهادشي ديال الخيل حتى هو والخيل تما راه صعيب لأن هادوك هاداك يحرفدو ديال الخيل هذاك اسمو المختوم ملي كيفاش قضيه فلهذا مابقاش قول لي راه هما مش في الاماره هذوك تيحاميو عليهم وانت تيحامي عليك هنايا الا شدوك مالو مغربي خليه يمشي يقول فهمتي فلهذا ما تكومباريش ايوا هذاك راه بعد ديجا مشى للقنصو مشى شافو ها مشى شافو لان هذاك عنده باسبور عنده باسبور لانه هو مغربي زيد في المغرب دي كيفاش قضية زيد كون واخا كون عنده الجنسية إلا كان عنده الباسبور بحال دابا أنا ولادي درت ليهم باسبور مغربي حيت كانوا صغار كانوا تحت الرعاية ديالي
غدا بعد غدا ينكروني نقولك عشان عش زت يالي وحيدوها دي كيفاش غادية رغم هما مغاربة هذا ممكن حماية إنجليزية لأنهم زادوا في الإنجليز وزيدوا زيد أكثرية أمهم اسكتلندية فهمتي هما منين درتهم أنا مغاربة كانوا غير البيبيز فهمتي كيفاش غادية ها أنا مخلينا من تفهم علي تقول لي حقة ولا ما حقة هذا قال لك علاش دخلوا المغرب إيوا هذا قال علاش دخل المغرب بغيت يفهم عليهم علاش دخل المغرب هو من البريكسي واش من البريكسي مشى لألمان عند هذاك ما عادش دار معاه ويرجع لبلجيكا وقع عليه المشكل وهذا دخل المغرب قرقبوا عليه سير عاود عليهم غدا إيوا هادشي اللي كاين الإخوان غنمشي بحالاتي غندير لكم الصفارة باش بحال هكا كملنا 40 دقيقة على والو ما قلنا والو والله ما قلنا والو قال لك حنا تنسبوا داك الشيء هذوك الدراري الصغار اللي تيسبوا في المغرب يكون عندهم 8 سنين لان الحكومه اللي تكوفر عليها نتايا العداله والتنميه هذوك اللي تكوفر عليهم نتايا هذوك هما اللي يسبوا لي في هذه اللغه اللي تنتكلموا بها الدراري الصغار فهمتي فلهذا ما تبقاش لو كانوا حنا ملي كنا صغارنا كاع ما كنسمعوا الدراري يتكلموا بديك السبه داك الشيء ما كناش نسمعوها ولكن نسمعوها من عند المخزن فهمتي ايوا دابا ولا تجاري بها العمل شكون اللي علمها لينا المخزن الدوله الفاحشه هادو العداله والتنميه يور لاست اوردر اذر بار بليز يور لاست اوردر تصدع ايوا واحد فمي فهمتي ايوا فهمتي ايوا دابا نشوف واش غادي يقول لك تحفه غدا ديك المره هو كيسفيه ثاني قال لي مسامحة ودابا اش يقول غدا هاو بعد الماتش عاوتاني قالوها في ديك هاديك اسمها ديك القناة ماروك نيوز وهاديك اسمها ما عرف شنو هي اسميتها هاديك ما عرف هاديك حرة شي حاجة حرة ما عرفش من الله يحييها ladies and gentlemen finish your drink and piss off تصور معايا قف اش تصور معايا باش يعلقوها في المخابرات يعلقوا التصويره ديال تما ولي عملها داك البيرو درون سينما الشكايه ها هذا يا سير على دولة الله يعاني الله يسمح لينا الله يسمح لنا يا داك كمال سبيري كمال سبيري في هذيك الجامعه ديال ابن زهير ايت ملول اسير تقود اسير احترم راسك وبركه من داك التحرش على البنات كمال سبيري ديال ابن جامعه ابن زهير ايت ملول أسير احتار ماسك وقري عباد الله قريهم رانا نخلصوك من فلوسنا باش تقري لينا ولادنا ماشي باش تدخل تقحبل لينا في الجامعة فهمتي ولكن انت تقدر تحقر عليهم تما وبدات تهددوا بالقسر القسرة وانا جيت تحقر عليا ندير المغنية ما تحضرش تنقص لي النقط انا ساقط النهار الاول ساقط فهمتي ايوا فهمتي فلهذا قري ولادنا أقريو لنا ولادنا هذا نخسروا عليهم الملايين راه الخزينة المغربية تتخسر الفلوس ولا خدك أمزازي تيخول من لا شي حاجة وتدفع باقي يقول سيروا عوموا بحالكم معاهم هذه هي السياسة ديال داك الوزير هذاك الوزير جا من واحد الحزب اللي ما بغاش الشعب يقرا تيقري ولادهم في أوروبا فرنسا وداك الشيء والشعب المغربي ما بغاش هذيك السياسة ديال حزب الاستقلال راه هو من حزب الاستقلال هذا أمزازي هذا راه والو راه داك القاضي راه صاحبه راه سقساه عليا قال لي هذاك شكون هو قال لي مكحله راه عنده شي 50 شكايه وقال لي زيد لي واحد جوج من عندي ها هذاك امزازي انا على قبل ما دخل لا مغرب لا والو ما غادي فين غادي نبقى هنايا بعدا لو بيحاكموني انا نتحاكم معهم انا ما عندي غرض فهمتي ليه هذا زيد احنا دوزنا البريمير ميتون وما بعناش الماتش